السلام عليكم. هذه إقامة جديدة قيد الإنشاء بوهران بمنطقة بير الجير، واللي نشاهد أنه هالإقامات هادو عرف التطور منقطع النظير في مدينة وهران، وكذلك شوية في مستغانم. وهذا الأمر جيد إذا كان كل هذه يعني الإقامات تتبعها تهيئة حضارية وتهيئة يعني عمرانية جيدة، وتكون فيها كذلك كل مستلزمات نتاع العيش في العمارات، لأنه لازم تكون فيها الحراسة، وتكون فيها المصاعد الهوائية، وتكون فيها يعني كل يعني المتطلبات تكون متوفرة. فالعمارة معليش لا بأس الإنسان يسكن فيها إذا كان متوفر كل شيء. المهم إن شاء الله هيكون يعني تطوير عمراني أفقي في المستقبل، وخاصة في المناطق يعني لي زون بيريفيريك. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.